دائما يعني نشوف امثله تلهمنا بحاجات مره كثير، واول يوم دراسي اكيد يوم جميل، لكن دائما احنا عندنا مشاكل مع بدايه اي حاجه جديده. صحيح. او تغيير في نمط حياتنا. أكيد. خصوصا لما شيء يتعلق بالنوم ونمط الحياه، هنا الواحد يبدا يتضايق ويبدا يفكر ايش حيسوي. اكيد، عشان كذا عندنا ضيفتنا اليوم في المداخله الهاتفيه الدكتوره هبه فاضل، مدربه التمكين الوجداني، عشان تساعدنا اكثر وتلاقي لنا حلول كثيره في مشكله النوم تحديدا، وتعديل النوم مع الساعه البيولوجيه، بعد طبعا سهرات وغياب وسهر ورجع تصحى الصباح من الساعه 5 الفجر. يا هلا فيك دكتوره هبه. ايوه، السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله دكتوره هبه فاضل. الله يسلمك، كل عام وانتم بخير. وانت بصحه وسلامه يا رب. نورك. مدربه التمكين الوجداني، يعني في كثير من الامور اللي ممكن تصحينا فيها، لكن اليوم في جزئيه مهمه جدا وهي تغيير نمط الحياه، وبنحاول انه احنا نرجع للرايت تراك زي ما يقولوا، ونحاول نمشي على نفس الريتم اللي المفروض نمشي عليه. صحيح. ايش السوات؟ هذه نوعيه الان في طريقه حياتنا، في اوقاتنا، في نوعيه النشاطات اللي بنسويها، محتاجه كثير من التمكين الوجداني، مو شويه. صحيح. طب هل ممكن يعني تعطينا بس افضل نصيحه كده على السريع بشكل عام؟ هو انا عارف سؤال شوي عميق يبغى له شرح مطول، لكن يعني نصيحه بسيطه كاساس نمشي عليها عشان نبدا يعني نتعامل مع هذه المشكله بشكل سليم. اربع اشياء اساسيه. واحد، انه يكون عندك واقعيه، يعني ما تتخيل انك انت فجاه هتصير حياتك مضبوطه وتصحى مضبوط وما تتعب وما تحس بالارهاق. لازم نكون واقعيين يا جماعه. صحيح. يعني السهر لازم هياخذ وقت لين ما يرجع. ثاني حاجه التدريج، كل يوم اقلل ساعه، واقدر اني انا يعني اكيف نفسي بايجابيه، وهي النقطه الثالثه اني انا هقدر ان شاء الله اساعد بقيه افراد عائلتي، اخواني، اتكلم على المدرسه بطريقه ايجابيه، اهيئهم نفسيا من قبلها، يلا هننام بدري، هنتعشى بدري، من قبلها بكم يوم كان المفروض انه يكون في تحت من نفسيه من كل النواحي، من كل افراد الاسره. نتكلم عن المدرسه بطريقه ايجابيه، عن الجامعه بطريقه ايجابيه، عشان لما يجي الوقت الفاصل اللي زي هذا اليومين ما يصير صدمه للشخص او انه ما يقدر يتحمل الفكره. يقول لك الزنقه من السحر، بالعام يعني بلغه الشارع يقول لك الزنقه من السحر، فلما تخزن الفكره هذه انه المدرسه قربت او شيء، الناس خلاص تتخزن في بالها انه خلاص امر محتم، ما حننصدم. والله شوف، هي هنا تيجي النقطة الرابعة، يعني قلنا الواقعية، قلنا التدريج، قلنا الإيجابية، النقطة الرابعة المرونة. أيوة. هذه أهم المرونة. نقطة أتوقع دكتورة. أيوة. هبة. أيوة، وهذه هي اللي تقول هي أساس أي نوع من أنواع التمكين، عشان تتمكن توصل لهدفك لازم يكون عندك مرونة، تكون عارف إنك أنت بإذن الله تقدر توصل وتبغى توصل لهدفك. صحيح. جميل. صحيح. فهل عندك هدف أصلاً ولا إحنا بس رايحين عشان الله عليك؟ شكرا لطرحك هذا السؤال حقيقة، الناس في ناس ما عارف وين رايحة أصلا. ومو بس كذا دكتورة هبة، كمان أتوقع التهيئة النفسية جدا مهمة، ولكن هل استخدام المحفزات ممكن تساعدنا كثير؟ في المحفزات تختلف من عمر لعمر، يعني أنا لما أحفز ولدي اللي عمره يعني 5 سنوات 6 سنوات غير لما أحفز أخوي اللي عمره 15 سنة، غير لما أحفز نفسي إذا أنا 25 35 سنة. صحيح. كل واحد فينا له محفزاته. فلازم اعرف ايش اللي يخليني انا فعلا اقوم بكره وانا كذا ممتلئ بالنشاط والحيويه، واجيب ورود لزملائي وزميلاتي والحركات هذه الحلوه. يعني ايش اللي يخليني كذا اسوي؟ صحيح. لازم يكون في محفز وحاجه قويه. طب في حاجه معلش ذكرتيها انا بس يعني شويه منرفزتني، احنا عندنا يعني طاقه مو طبيعيه تعتبر سلبيه في الافكار عن المدرسه، وفعلا يلا المدرسه جات هيا ابدا، وحتى بالمزح اوقات تجي هيا روح تصحى بدري من ذا الكلام. هذه مسلمه وبنشوفها كل يوم. اعتقد لم يتعرف كيف السوشيال ميديا صايره. أكيد. ودكتوره أكيد. يعني هبه، ايش المفروض نسوي؟ كيف ندافع عن نفسنا من خلال هذه الامور؟ شوف، تبدا فرديا، يعني احنا ما هيحصل التغير بين يوم وليله، لكن انت تكون ايجابي، تتكلم عن المدرسه وعن ايام المدرسه بطريقه ايجابيه، تتكلم عن اللي هيحصل بطريقه ايجابيه، تذكر اشياء حلوه قدام اللي حواليك، شجع اللي لسه في المدرسه، يلا جيبهم لطريقه، طب ايش ناوي تصير؟ ايش ناوي تطلع؟ ايش هتتخصص؟ يعني انقلوا لقدام. للمستقبل يكون عنده هدف وطموح. ايوه، ايش الرسم حقته اللي قدام؟ يعني ايش ناوي تطلع ان شاء الله؟ ناوي ان شاء الله تجيب وظيفه حلوه، تجيب سياره حلوه، تجيب بنت، كيف؟
تسافر بعدين لمكان حلو. يعني نسفره في مخيلته للمستقبل عشان يبدا يعيش اللحظه ويبدا يفكر. جميل جدا دكتوره. جميله ايجابيه جميله تخليه ينتقل عن طريقه الله عليك شعور حلو جميل. الله يسلمك. صحيح. صحيح دكتوره هبه فادي مدربه التمكين الوجداني، شكرا لك على المداخله الهاتفيه. اتوقع الكثير من الاباء والامهات تحديدا راح يستفيدوا من كل الكلام اللي ذكرته لنا الدكتور. والاخوان اللي عندهم مسؤوليات تجاه اخوانهم الصغار المفروض يعني ما يقعد والله راح خلص من مدرسته راح الجامعه يقول لك يا روحنا بدري انا وراي جامعه بس. وتعرف الاحاديث هذه اللي بدت الزحمه، مو احنا نقول في النهايه انه بدت الزحمه خلاص. عموما زحمه البرنامج برضو ما تنتهي لانه عندنا فقرات مره كثيره من ضمنها